من هنا من تعز نريد أن نقول أنه انطلاق تحرير اليمن لن يكون إلا من تحرير تعز وتوحيد تعز كاملة. فنعمل على إعادة لحمة تعز كاملة من البحر إلى الجبل، والمناطق غير المحررة يجب أن تحرر، ويجب أن تكون تعز هي الرابعة السياسية لأي عمل قادم وتحرير عسكري قادم بإذن الله. أتينا إلى تعز ونحن كلنا أمل بأن نستطيع أن نقدم لهذه المحافظة الخير الكثير بإذن الله، بتعاون أبناء المحافظة وبدعم المجلس الرئاسي كاملا وبدعم من الحكومة. نعمل على تخفيف معاناة تعز من خلال دشنا اليوم مشروع المياه بقيمة 10 مليار ريال في وادي الضباب، وضعنا حجر الأساس وإن شاء الله تتم المناقصة ويبدأ العمل في أسرع وقت ممكن. تعز يتعمد حصارها وإيذائها من قبل الميليشيات الحوثية، ليس حصارا عسكريا فقط ولكن حصارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل أنواع الحصار الذي يفرض تفرضه ميليشيات الحوثي على تعز وأبناء تعز كرها في تعز، وعلمهم أن تعز هي الثورة وهي الحرية، وهي لن تكون تحرير إلا بتحرير تعز كاملة إن شاء الله. أبناء تعز، تعز الحالمة، تعز الثقافة، تعز الرافعة السياسية لكل الثورات.